اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى جبت لكم معايا النهارده الكالندر الفظيع بتاعت ليجو ستار وورز بمناسبه راس السنه. هنفتح بقى النهارده الباب الرابع ونشوف يا ترى هيكون في لعبه ايه جوه. الله انا متشوقه ومتحمسه قوي. بصوا بقى لقينا فيه ايه ده كان في فيديوهات تانية. لقينا بصوا الوحش ده بتاع ستار وورز ولقينا ده برضو ولقينا اللعبه دي التانية برضو. كل ده على قناه العاب الاطفال. تعالوا بقى النهارده نشوف يا ترى بقى في ايه في الباب الرابع. واو بص بقى المدفع الفظيع ده. هنفتح بقى الباب الرابع كده. اوكي بص بقى فتحتها. الله شكله جامد جدا جدا جدا. ايه ده بقى يا ترى دي لعبه ايه اللي جوه؟ هنشوف مع بعض دلوقتي. واو ده في كده زي راجل اهو. بص ركبناه. ايه ده سانتا كلوز ده ولا ايه؟ شكله حلو جدا متعصب قوي بتاع ستار وورز ومعاه كده الكوبايه بتاعته. اه شكله كان نايم وحد صحاه وهو متضايق قوي. شكله حلو قوي قوي قوي. بصوا ماسك المج بعد تقريبا صاحي الصبح عشان يشرب النسكافيه والظاهر ان ايه الناس مضايقينه. الله اتمنى يا صحابي يكون الفيديو فظيع عجبكم. بليز وريني في الكومنتات رايكم فيه وبليز منسوش ان انتوا تعملوا ايه لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشيني يا صحابي. باي باي.